مرحبا، وياكم احمد من البستان العربي في امريكا. اليوم حبيت اشوفكم نقل شتلة التين من هذه السندانة او السطل الصغير اللي هو 1 جالون الى هذا السطل اللي هو 15 جالون. فاول شيء اخلي شوية تربة جوا، واخذ قياس ارتفاع نهاية الجذور مع اترك 1 انش فراغ من نهاية السطل اللي جوا، حتى يصير عندي مجال اخلي خشب مقطع يحفظ الرطوبة بالسطل، لان الدنيا حارة كتير. وبعدين اخلي رشة من طحين العظام بون مير. هذا طحين العظام يغذي الجذور، فالجذور تبدأ تتوزع جوا بالسطل على كل أنحاء السطل، ما تتكوم أو تتجمع بجهة واحدة. هذا بفاسفور عالي، ولهذا السبب يغذي الجذور. إذا شوف هنا أنا الرقم 4-12-0، 4 يدل على النيتروجين، و12 يدل على الفاسفور، والصفر يدل على البوتاسيوم. البوتاسيوم يغذي الفاكهة، يعني هذا هسه بعد مو وقت فاكهة، يعني لأنه أنا أريد أقوي جذور وأريد أقوي نمو خضري، فأستخدم أعلى شيء بالفاسفور اللي هو 12. بعدين أطلع الشتلة من هذا السطل الصغير وأخليه بهذا الكبير، وأكمل التربة وأشوفكم بعدين شنو يصير عندي. هذا نوع التربة اللي أستخدمها بالسطل، مخصص هو للسطل، باتر ميكس. هذا أورغانيك، عبارة عن مواد عضوية متحللة، نباتات وخشب ومخلفات حيوانية، جيد جدا لتصريف المياه، ما يحفظ المياه لفترة طويلة حتى ما تعفن الجذور، وكلش مفضل عندي استخدم الكل الشجر اللي اخليهم بالسطل. نرجع للشجرة للشتلة. بعد ما ترست السطل بهذا التربة راح ابدي اسقيها مي حتى تروح فجوات الهواء بي. بعدين اخلي طبقة من نشارة الخشب حتى تحفظ لي الرطوبة. طبعا هذه التربة جاهزة بيها سماد لمدة 6 شهور، فتكفيني لحدها للموسم، والشجر ينام نهاية الخريف وبداية الربيع راح انطي سماد، فما يحتاج اني هسه انطي سماد، بس السماد اللي خليته جوا طحين العظام حتى يجبر الجذور تتمدد تسحب هذا، لان هو يقوي الجذور. إذا عجبك الموضوع واستفادت منه اشترك بالقناة، راح انزل كثير فيديوهات عن كثير امور تفيدك بالحديقة او بالباحة الخلفية للبيت، تقدر تزرع اشياء تستفاد منها. شكرا جزيلا.